السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. انا رجعت لكم من المحل، ما جيتش بيدي خاوين، جيتكم بالجديد، موديلات جدادين بمناسبه العيد، وفي نفس الوقت فيهم اثمنه مناسبه باش ان شاء الله كل شيء تقدى، حتى حد ما يبقى بلاش. مهم البنات، كيف كتشوفوا هذا الموديل هذا اللي قبلتكم، هاد السيد لي بالغين اللي هما كيكونوا خفافين ورطبين، ولا سوميل ديالهم كتكون مريحه. يعني راه ديجا شفتوا جبنا بزاف الاشكال في هاد الديزاين هكا، هذا عاوتاني ديزاين جديد يلا دخل غير اليوم. وبالنسبه للالوان ديالو، كاين فيه البيض، كاين فيه الكحل، كاين فيه الجري، وكاين فيه هاد الغوز اللي هو غادي شويه اللون المرتديله. المهم غوز موف، هادو هما اللوينات ديال الموديل ديالنا. بالنسبه للثمن البنات، هاد الموديل كيبقى 130 درهم، 130 درهم. سلعه زوينه وثمن اجمل واروع. ندوز معكم البنات لهذا الموديل الثاني، هو قريب شويه للموديل الاول، غير هذا سامبل عليه، وهذا ما فيش هذاك الديزاين السيور، هذا هو الفرق اللي بيناتهم. وبالنسبه لهذا حتى هو راه السيور غير ديكور، يعني راه كتلبس بحال البالغين باش تعرفوا شنو كاين. هذا الموديل الثاني حتى هو فيه نفس التلوينه ديال الموديل الاول، الابيض الكري نواغ والغوز. هانتوما بنقرب لكم الموديل باش يبان لكم مزيان، شوفوا كيفاش داير من الخلف. هذا هو السيل، والثمن البنات حتى هو كيبقى 130 درهم. وكاين هذا الموديل، هذا حتى هو موديل زوين صراحه، يعني بزاف الناس سولوني عليه وانا جبته لكم اليوم، وتا هو جبته لكم ثمن زوين. هذا الموديل نورمالمون داير 180 درهم، كيبقى البنات 160 درهم، 150 درهم. يلا ماشي مشكل، نحسبوا لكم غير 150 درهم. بالنسبه للالوان ديالو، فيه البيج وفيه البلون وفيه الجري وفيه النوار. هانتوما ولا سوميل ديالو مهزوزه. بالنسبه للنوار راه داخل لا سوميل، داخل فيه البيض والكحل، والالوان الاخرى هانتوما كيكون دائما داخل داك اللون ديال التيج الفوقاني. هذه الجري داخل لا سوميل البيض والجري، هادي بيج لا سوميل داخل البيض والبيج، والبلون كنظن البلون ها هي كلها بيضة. وهذا ستيل ديال الفانس اللي هو دابا لا طوندونس، ستيل جديد. هاد الموديل داخل فيه جوج تلوينات، داخل فيه الزرق وداخل فيه الكحل. بالنسبه لهاد الموديل البنات كيبقى 120 درهم. هذا سي زوين وثمن زوين والكميه محدوده. كيف كتشوفوا هذا الموديل اللي كيلعلع؟ هذا سي زوين، ديجا كنت جبت لكم واحد السيل قريب ليه، غير هو كان هاد لابارتي سامبل بالجلد. هذا ديزاين بالنيفيك، شوفوا معايا لا سوميل ديالو كيفاش دايره كومبونسي. صراحه موديل زوين بزاف، انا بعدا عجبني. وبالنسبه للالوان، كاين هاد الكاميل، وكاين الغوز، كاين البوردو، وكاين نوار، وكاين البلو مارين. هاد الموديل يعني هاد التشكيله فيها خمسة الالوان، هادي هي التلوينه ديالها. وبالنسبه للثمن البنات، هاد الموديل كيبقى 120 درهم. وبزاف البنات كانوا جاو عندنا وما لقاوش لي بوانتيغ ديالهم في هذا الموديل اللي هو ديجا موديل زوين وخارج دابا لا طوندونس بدون ذكر الاسماء. هذا راه عاود جبتو في جوج الالوان، جبتو في هذا النيكل وجبتو في النوار. يعني البنات اللي كانوا ديجا وصوني عليه، ها هو راه ديسپونيبل عندنا في المغازا. شوفوا معايا البنات، هاد سكاربان حتى هو ستيل جديد يلاه دخل. هاد سكاربان هادان وداخل فيها
تلوينه زوينه فيها الجري وفيها النوار الكامل والبيج. وبالنسبه للثمن ديالها البنات هذه كتبقى 150 درهم، هادو 150 درهم. وكاين هذا الستيل حتى هو، هذا ديزاين زوين بزاف. الناس كانوا وصوني على هذا الستيل ديال لي صوندال اللي داخل فيهم هذا الترونسبارون، هانتوما راه دخل هذا الستيل. هذا راه فيه جوج الالوان بالنسبه لهذا الموديل، كاين فيه النوار وكاين فيه الكامل، جوج الالوان. وبالنسبه للثمن هذا الموديل كيبقى 130 درهم. وهاد الديزاين حتى هو البنات راه ديجا كان عندنا، راه عاود حتى هو جبتو بالنسبه للناس اللي ما كانوش لقاو لي بوانتيو ديالهم، راه ديسپونيبل دابا. المهم البنات كيف كتشوفوا هادو هما لي ديزاين اللي دخلوا جدادين عندنا الماغازان، نتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، واللي بغات شي حاجه مرحبا. نذكر حنا في قيصريه جوهره سيدي مؤمن، جوهره سيدي مؤمن اونفاس مع مسجد جوهره الدار البيضاء الكبرى. بالنسبه للناس اللي قرابين مرحبا، والناس اللي بعادين مرحبا، والناس اللي ما كيتمكنش ليهم انهم يجيو عندنا المحل، حنا كنديروا لا ليفريزون ا دوميسيل سور كازا اي هور كازا، يعني كنديروا لا ليفريزون في كازا، وحتى الناس اللي في المدن الاخرى حتى هما حنا كنديروا لا ليفريزون. ولي كتشوف الفيديو لاول مره تابوناي معنا في لاشين باش هكا يبقى ديما يوصلك الجديد ديال الماغازان ديالنا. ومرحبا بكم كاملين، الكليانات جداد الكليانات القدام، الناس اللي يلا جدادين عندنا في القناه حتى نتوما مرحبا بكم. ونتمنى ان شاء الله اننا نتعاملوا معكم ويعجبكم التعامل، وتتعاملوا معنا ماشي غير مره، يعني الدوام ان شاء الله. ومرحبا بكم كاملين ومبروك عواشركم، باقي ان شاء الله غيكون عندنا الجديد في الساك حتى هو لسه الله قبل العيد. ان فوت وصلني الكوليكسيون جديده كونوا هانيين، راه ضروري غادي نحطها لكم. مهم البنات ما نطولش عليكم، خليتكم على خير وعواشركم مبروكه، بسلام عليكم.